التجربة كانت عبارة عن يعني تبادل ثقافي، تجربة بين دولة الإمارات عبر مؤسسة محمد بن راشد ودولة اليابان. تم اختيار 4 كتاب من اليابان و4 كتاب من الإمارات. الأخوة اليابانيين والكتاب اليابانيين زاروا الإمارات وعاشوا فترة شهر كامل يزورون كل المعالم الثقافية والأثرية ويعني يتعرفون على طبيعة الإمارات. وفي المقابل احنا زرنا اليابان وعشنا تقريبا حوالي 3 أسابيع. وفي المحصلة لكل هذا ان هم بيكتبون 4 كتب عن الإمارات واحنا نكتب كتب عن اليابان. والله انا الكتاب اللي قاعدة يعني كتبت عنه وانجزته اسمه الطريق إلى اليابان، هو المقارنة بين الشخصية الإماراتية والشخصية اليابانية. يعني مثلا عندك مثلا الحكام اليابانيين أو الأباطرة اليابانيين كانوا شعراء، إحنا في الإمارات معظم حكامنا شعراء، لهم علاقة غريبة بالشعر. يعني مثلا أنت في المعابد معلقين مثلا أو في قصائد معلقة هناك للأباطرة والمستشارين. إحساس بالهوية، يعني إحنا كشعب إماراتي ملتزمين ما زلنا بالتراث والهوية، الشعب الياباني مصمم على التراث والهوية. فإحنا بالنسبة لنا إحنا تجربتنا يعني ودتنا للعالمية.